الأخ يسأل عن حكم تقدم المأموم على الإمام عند الحاجة، وهذه مسألة خلاف، والأصل أن المأموم يتأخر عن الإمام، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان يجعل الرجال خلفه والنساء خلف الرجال، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه جعل المأموم قدام الإمام، لأن الأصل أن المأموم يقتدي بالإمام، وكيف يقتدي به وهو قد سبق، إنما يكون خلفه وهكذا يقتدي به، وإذا عرض الإمام عارض ناب عنه في ذلك. والأدلة كما قلنا عن النبي في هذا متواترة، وعلى هذا عمل المسلمين. ولكن إذا دعت الحاجة كان يكون ضيق في المسجد، كان يكون ضيق في المسجد واحتاج الناس أن يصلوا قبل الإمام لأجل الضيق، لأنه ما في إمكانية يصلوا خلفه، فاضطروا إلى الصلاة أمامه، فهذا جائز، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وظن هذا أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.